زيدة. نعم، الله يجازيه بخير، هذا سؤال مهم. علاش؟ لأن الله يحفظ ويستر الناس من تبعد على الدين وتقرب الساعة، يولي المعلوم من الدين بالضرورة مجهول عند الناس، يوليو ما يعرفوا حتى حاجة في الدين، عنده 40 عام 50 عام في الدين ما يقراش الفاتحة نيشان، يقراها ملحن فيها، وهو لا يعرف أنه من لا يقرأ الفاتحة كما أنزلت لا تقبل منه صلاة. قال رسول الله: من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له. وفي حديث: فهي خداج. الشاهد عندنا أن في تأخير الزمان الدين يصبح غريب، ومن جملة الأمور اللي تصبح غريبة شكون؟ الفرائض وغسل الميت. فرائض واسمه هي؟ فرائض واسمه ألوش؟ قولوا لي اسمه الفرائض. إما قولوا لي الفرائض واسمه هما. الفرائض هما تقسيم تاركة، اسمها الفرائض، فريضة من الله. يموت الميت وما يعرفوش كيديروا، يقسموا شحال تدي المرأة، شحال يديو الوليدات، شحال يديو البنات، يولي هذا العلم غريب في تأخير الزمان. والعلم الآخر اللي يولي غريب، الميت يموت وما يسموش اللي يغسلوه، يقول له روح جيب الفقيه. الفقيه ما كانش، روح عند الفقيه اللي في الحي الفلاني. والفقيه الآخر ما كانش، روح عند الفقيه اللي في عين صفا، عين صفا راه مشى يتعشى، روح عند الفقيه اللي في تارودانت باش يجي لك انت يغسل لك. او يا ربي ربي ربي. ولذلك مساله تاع الغسيل تاع الميت، الانسان خصو يتشجع الا ما تغسلش المراه راجلها، والراجل يغسل مرته، شكون اللي يجيب له يغسل لك مرتك؟ اسماء غسلت ابو بكر راجلها زوجها، لان المراه والراجل ما بيناتهمش العوره، تغسلها وتغسلك. ولا المراه يغسلوها النساء، يكونوا عندنا نساء اللي يغسلوا، والراجل يغسلوا الرجال، ماشي مفروض يكون الفقيه، تكون انت. لان الغسيل سهل، واش هو الغسيل؟ هو تعمم له، تكون عندك النيه وتعمم له الماء لسائر البدن، تجيب الماء وتفرغ عليه من هنا غير من هنا، وتجيب الغسيله الثانيه عاوداك دير فيه شويه السدر وتغسله من هنا غير من هنا، والثالثه توضيه تستنجى مزيان، ويغسل يديه وفمه ووجهه وكذا، ويغسل رجليه وتعمم له الماء عاوداك بالكافور ولا، وتنشفه. ودائما عندك واحد الستره نتاع واحد الفوطه من السره للركبه، ومن بعد تجيب له واحد الكتانه، واحد الكتانه بيضاء وتغمدوا فيها، هذا هو الكفن. تجيب كتانه ولا ثلاثه كتانه، تعبر له عليها وشحال فيها، هو نقولوا فيها 150، انت دير 170، 10 منها سنتيم زايده و10 منها باش تعقدوا، وحده تكفي. قال لي وشحال صعيبه هذا الكفن، يقول لك خصني ندير هاك وخيط هاك وجيب المخيط ودير كذا، جاب كتيتينا تكون نقية. فالجديد أولى به الحي، الحي أولى بالجديد، لأن غادي كي تموت يقلعوه لك. إلا كنت من أهل الجنة كتلبس الكفن تاع الجنة، ولا كان مش هذاك الشيء يقلعوا الكفن ويديروا الكفن تاع النار، راه هذاك الكفن غير ديال الدنيا، كي تخرج تمشي للقبر كاين كفن أخر. ولذلك أنت هذيك دير سترو. كان سيدنا مصعب بن عمر ملي استشهد ما صابوش باش يكفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، صابوا واحد الكتانه الا داروها منها توصل لرجلين، ولا داروها في الرجلين توصل هنا. النبي دارها لهم راسه حتى رجليه، والرجلين باش من هنا غير هنا باش كمل الكفن بالاذخر الجريد نتاع النخل، كمل له الكفن، دار له كتانه من هنا غير لهنا، سترت له الراس غير الركابي، والرجلين بقاو عريانين. سيد النبي جاب واحد الجريد نتاع النخل ودرك له رجليه ودفنه بنص كفن. ايه يا سيدي، وشكون هو مصعب بن عمر؟ احنا نقولوا دير له ثلاثه ودير له السروال ودير له الخمجه، تقول تالا غادي يمشي يقصر، تقول تالا غادي يمشي يضرب البارود الفانتازيه، انا غادي يمشي عند ربي يشوف العمل تاعه. والله تعالى على وصلى الله على حبيبنا محمد.